مر مساء الأمس حزين ومؤلم على أهالي بغداد. صهريج غاز ينفجر على سريع القناة من جهة حي القاهرة، خلف شهداء وجرحى. صحيح الحادث عرضي وما تتحمل الجهات الأمنية المسؤولية لأن القضية فنية بحسب التقرير الأمني الأولي. أحد الأصدقاء يقول طلعت اليوم الصبح للدوام أو على خط محمد القاسم، كان ازدحام، كان أكو 4 صهاريج بيني وبينكم، خليت إيدي على قلبي وكل ساعة أقول هسه ينفجر واحد منهم. ويقول بألف يا علي حتى وصلت للنزلة مال النهضة. من حادثة الصهريج إلى سرقة القرن وقصة الأخطبوط الكبير متعدد الأذرع، كل ذراع منه موجود في مؤسسة حكومية حتى كانت آخر فرائسه أمانة الضريبة. موضوع سرقة القرن يا عالم ما تصير لها كل شارة ولا نقدر نغادرها، وصارت لنا مثل العظم بالزردوم. والله يا جماعة الخير هالسرقة ما تنجرع، وبصراحة لو شايفين همة المعنيين بالقضية عالية كان ممكن نغض النظر، لكن سرقة القرن كانها شوية بردت وصارت وكأنه قضية ثانوية. طبعا بعد ما كانت متصدرة الأخبار أصبحت لا تذكر حتى بالموجز الإخباري. ترى إلى الآن بس كم واحد، ماكو أقل من أصابع الإيد الوحدة من القائمة، أودعوا بالسجن. باقي الحرامية وين؟ بقية الفلوس وين؟ حرقة قلوبكم وين؟ أتمنى تعيدون النظر بسلم أولوياتكم، ما أعني المعنيين بالقضية. فلوسنا رجعوهن. اليوم السيد السوداني زار هيئة النزاهة وقال لا وجود لخطوط حمراء أمام أي ملف فساد، وهذا كلام مهم في هذا الظرف، ولازم يا أبو مصطفى تضرب بإيد من حديد كل متورط بهاي الفضيحة قبل ما الحديدة تبرد ويتبخر كل شيء. مو بس هاي، لازم تشرع الحكومة في إجراءات تضبط الأوضاع المالية للمؤسسات الحكومية عبر تنشيط الأجهزة الرقابية. صحيح السوداني طلب من وزراء اختيار مدراء مكاتب من داخل الوزارة وعدم تغيير ملاكات الوزارة بقرارات متسرعة، وهذا من شأنه يقلل تأثير جزء من العوامل الخارجية على الوزارة، بس هذا باب، وأبواب الفساد هواي، واللي يريد ينهب عند ألف حيلة وحيلة، فلا تصيرون قليلين الحيلة. الفساد هو التحدي الأكبر اللي يواجه حكومة السوداني. أعشاش الدبابير تسيطر على مفاصل كثيرة ومحاربتها مو سوالف أو حكي سوف أو سنقوم أو سنمضي وكلام مال جلسات سمر ليلية مثل اللي نشوفها بالمقاهي. لا لا، الموضوع كبير وكون نتحزم له بحزام أسد. وقبل لا نختم المقدمة مال المعلن، نقول لي أبو مصطفى نجاحك في هذا الملف ما راح يقل عن مرحلة النصر على الإرهاب في هذا البلد. هذا هو المعلن في حلقة اليوم، أما غير المعلن فهو غير المعلن في حلقة هذا اليوم. هناك معلومات توفرت لبرنامج غير معلن عن المتهم بقضية سرقة القرن نور زهير، وهاي المعلومات تدعو السلطة القضائية والتحقيقية أن تسأل عن حقيقة شراء عقارات كبيرة في البصرة ودبي سجلت باسم والدة المتهم نور والتي تدعى بين قوسين أليف لام. ومع كشف خيوط الجريمة الأولى حولت الأملاك باسم طليقها، يعني
لا تكتفون بالمتهم فقط، كل أفراد الأسرة وحتى الأصدقاء لازم يكونون في موضع الاشتباه. غير معلن آخر، هنالك ملف مشبوه في وزارة التجارة ندعو إلى التحري عنه. هنالك هدر شهري يقدر ب$100 مليون في ملف الحصة التموينية فقط. شلون؟ أنا أقول لكم، وزارة التجارة بسبب عدم وجود تنسيق مشترك وحوكمة معلومات وقاعدة بيانات بينها وبين وزارة الداخلية والهجرة والمالية جاي تخسر هذا المبلغ شهريا، لأن عندنا ما يقرب من 5 ملايين مهاجر خارج العراق، إضافة إلى أسماء متوفين ما ساقطة من البطاقة يستلمون حصة لحد الآن، وأكو أيضا عندنا موظفين رواتبهم فوق 1.5 مليون اللي المفروض اللي عنده 1 مليون راتب 1.5 مليون تنقطع عنه البطاقة. هذول الفئات لحد الآن ما مقطوعة الوجبة الغذائية عنهم، والتجارة تسلم الوكلاء الوجبة كاملة، والوكلاء بدورهم جاي يبلغون ان الوجبة اللي استلمناها من عندكم ترى سلمناها للأسماء اللي ذكرناها. وهذا ملف مهم، برنامج غير معلن يقدمه للسيد السوداني لضرورة معالجته بشكل عاجل، وإن شاء الله أنت تقدر لها. شوفكم بعد الفاصل. حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه حلقة جديدة من برنامج غير معلن. ضيوف حلقة هذا اليوم كل من السيد معين الكاظمي نائب عن تحالف الفتح، وكذلك الدكتور غالب الدعمي أكاديمي وأستاذ الإعلام. أرحب بضيوف الكرام، أبدي مع حضرتك سيد معين، مرحبا بك، وأسألكم ما الضجون من عندنا إذا نريد نكشف حقائق ونتحدث عن معلومات؟ بالتالي نعم هي حكومة الإطار وتحالف إدارة الدولة، ومطلوب الآن بعد استوها بلشت أن ندعمها، لكن نحن نعتقد أنه وضع بعض الفساد هسه المعلن منه وغير المعلن هو هذا قد يساهم في أن تكون الحكومة قادرة على تجفيف منابع الفساد. لذلك أنا أقول موضوعة الفساد السيد السوداني أولاها اهتمام كبير جداً، سواء في خطابه سواء في البرنامج الحكومي تحدث كثيرا. اليوم أيضا الرجل كانت إلى زيارة إلى هيئة النزاهة، فبالتالي الرجل جاد في هذا الملف. لكن السؤال اللي يطرح نفسه، إحنا هواي حاولنا نعالج موضوعة الفساد بس ما نجحنا سيد معين، لا بالمجلس الأعلى لمكافحة الفساد ولا باللجنة اللي عرفت بلجنة أبو رغيف. فكيف يمكن للسيد السوداني أن ينجح بهذا الملف الذي هو اعتبره أولوية ومعيار لنجاحه؟ تفضل سيد معين. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أحييك وأحيي ضيفك الكريم، مرحبا، ومشاهدي قناة الفرات الغراء، وأبارك للشعب العراقي تشكيل الحكومة الجديدة والانطلاقة لهذه الحكومة اليوم أحد أول أيام الأسبوع، وبدأوا الوزارات يتسلمون وزاراتهم حسب التوجيه الحاصل. واليوم كان عندنا في جولة على بعض الوزارات، رأينا الاستعداد الكامل لتطبيق البرنامج الحكومي الذي أعلنه السيد السوداني. إلى جانب ذلك أرى أن هناك استبشار كبير في الشارع العراقي، هذا الاستبشار يحملنا مسؤولية ويحمل السيد السوداني مسؤولية كبيرة لتلبية الأمل للعراقيين بعد عام من الانسداد والفوضى
والعنف الذي حصل، والحمد لله خلال فترة قياسية تم تشكيل هذه الحكومة. طيب جنابك ذكرت خو مزعلون، احنا ليش نزعل؟ بالعكس احنا من المنتقدين لاداء حكومه تصريف الاعمال. اتقوا الله شويه بعد ما يخاف اسمه. لا هذن السنتين اللي صار بيها المشاكل، وكثير من جهات سياسيه كانوا يشجعون هذه الحكومه وما يطلعون سوالفها. زين خلال السنتين الاخطاء والخارج الصلاحيات والتصرفات، وفقط الاعلام والفيسبوك كانت هي موضوع حكومة تصريف الأعمال. طيب. لذلك أول نقطة إذا شوفوها بالمنهاج الوزاري لحكومة السيد السوداني مراجعة كافة القرارات الصادرة من حكومة تصريف الأعمال. زين. ومتابعتها هل أنها من صلاحية هذه الحكومة أم لا. لذلك الشيء المهم والأساسي في حكومة السيد السوداني إذا كان يريد أن ينجح ويكافح الفساد ويصحح ما جرى من أخطاء، نعم، ويرتب وزاراته، أن يكون هناك متابعة جدية. ولمسنا هذا الشيء جزء من الجلسة الأولى والناس ارتاحت يعني بطريقة. خليني أنقط الكلام اللي قلته حضرتك، يعني الفساد يمكن القضاء، نعم، عليه إذا كانت هنالك جدية، لأن احنا قلنا عندنا فلاتر وعندنا ابتكارات لمعالجة الفساد ما نجحت بالتالي، فهل الجدية وحدها كافية بأن ينجح السيد السوداني بمكافحة الفساد؟ الأمر متعلق بالجدية. لا هذا مو كافي موضوع الجدية. طبعا المفسدين عندهم طرقهم المختلفة. طيب. ولو كثير من الطرق هي مكشوفة ومفضوحة، ولكن جسارتهم صارت من بسبب عدم المتابعة الجدية من الحكومة، حكومة تصريف الأعمال وما قبلها، اللي جرت هذه المفاسد. والبعض يتحدث بالإصلاح، نعم، وهو يتحمل مسؤولية كبيرة من الفساد الذي جرى، إلى جانب الجدية المطلوبة لدى رئيس الوزراء وكابينته الوزارية والإرادة الجادة لمكافحة الفساد. مطلوب من الكتل السياسية أن تتعاون كذلك مع الحكومة بهذا الاتجاه. جيد. وإلى جانب ذلك كذلك موضوع إيجاد الأدوات المناسبة النزيهة التي ممكن أن تمارس بشكل قانوني وأصولي، أن لا يكون موضوع شعار مكافحة الفساد قد يكون فيه استهداف سياسي وغيره، وإنما يجب أن يكون هذه المكافحة وهذه الأدوات التي منها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية يجب أن تعمل بشكل مهني. تمام. وبدعم رئيس الوزراء. تمام. أشكرك سيد معين، خلينا أجد الترحيب مرة أخرى بالدكتور غالب الدعمي. دكتور غالب للتفكير، أنا هنا اليوم مستضيف حضرتك بعنوانك المهني مو بعنوانك السياسي، فلذلك راح أراهن على رحابة صدرك والمعلومات اللي نحتاجها. يعني السيد معين الكاظمي أشار إلى أن إحدى طرق المعالجة هي الجدية وكذلك المتابعة، بنفس الوقت ذكر قال الفاسدين الحيتان عندهم طرقهم الخاصة اللي قد تكون صعبة وتحتاج إلى أدوات. سؤالي هو شلون ممكن نسيطر على الفساد ونكافح الفساد بالدولة؟ الجدية كافية والنية والتصريحات هذه كافية، أم ما هي الأدوات اللي المفروض نستخدمها لمعالجة الفساد؟ تفضل. تحياتي لك أستاذ أياد والأخ العزيز معين الكاظمي. شوف أستاذ أياد، حقيقة هناك إمكانية لمعالجة الفساد، هي ما نقضي عليها كليا، لكن هناك إمكانية لتقويضها عبر إجراءات. نعم. من هذه الإجراءات هي دعم هيئة النزاهة. الصور أنا راح أتكلم لك بأرقام حقيقية من واقع النزاهة، هي أنه هيئة النزاهة بس للتذكير يعني حتى التشغيلية والاستثمارية جنابك سنوية لا تزال مستشار في هيئة النزاهة، تمام؟ بالضبط. لا لا لا، أنا قريب من أعمالهم، قريب من إجراءاتهم، لكن ليس لا موظف بس موظف سابق. موظف سابق. جيد. إيه شنو هاي هيئة النزاهة المفروض شنو نسوي لها حتى تقضي على الفساد؟ 35 مليون
شوف شوف عندنا 35 مليون دولار فقط، هاي ميزانية هيئة النزاهة سنويا. سنويا هيئة النزاهة تسلم الدولة العراقية بحدود 500 مليون دولار بين أصول وبين نقد، وفي سنة من السنوات تجاوز هذا المبلغ ضعف أو ثلاث أضعاف، عقارات وغيرها تم إعادتها للحكومة طيب. العراقية. إذن النقطة الأولى، واعتقد اليوم السيد رئيس الوزراء حينما زار هيئة النزاهة أكد عليها أنه سيحقق هذا النقطة الأولى بالدعم. الصور هاي النقطة الأخرى اللي أود أذكرها، هاي الدعوة اللي أشرت إلى حضرتك اللي سميت بفضيحة القرن طيب، هاي موظف اللي يحقق بها مجموعة الموظفين رواتبهم ما تتجاوز 1.5 مليون، يعني موظف يحقق بسرقة قيمتها 2 مليار و500 مليون دولار، راتبه 1.5 مليون دينار عراقي. صور يعني حتى نشوف شوف شوف الفارق الكبير، كيف ندعم النزاهة وكيف ندعم جهودها. ما لها علاقة عدد موظفيها اللي يشتغلون بالتحقيق. لا عزيزي، لا علاقة عزيزي، متهم إلها. متهم بقضية سرقة القرن، يعني كان في احدى اللجان النيابيه وله شان وله، لا فبالتالي هم تكملك على المال. انت تسالني يعني تسالني شلون ندعم هيئه النزاهه استاذ اياد؟ انا ما قلت شلون ندعم هيئه النزاهه، انت تسالني شلون ندعم هيئه النزاهه من خلال هيئه النزاهه ديوان الرقابه مجلس النواب. لا اسمح لي، هذا لا اعطوني حل. شوف نعم استاذ اياد، استاذ اياد تفضل، حتى نحقق تقويض الفساد لازم ندعم الجهات الرقابيه اللي هيئه النزاهه وديوان الرقابه. اولا لازم ندعمها دعم حقيقي معنوي وضمن الاراده السياسيه. يعني اليوم هيئه النزاهه ضمن دائره مكافحه الفساد تتحمل 15 الى 20% وما تبقى تتحمله الجهات الاخرى. الاراده السياسيه، كل وزراء الحكومات العراقية زاروا هيئة النزاهة. احنا نريد اللي يخلي العنب بالسلة، اللي يريد يدعم هيئة النزاهة فعليا يطلق يدها. واليوم هناك إشارة واضحة على أنه السيد رئيس الوزراء أبلغ هيئة النزاهة، وتحديدا السيد رئيس هيئة النزاهة، أنه لا خطوط حمراء، الفضاء مفتوح لها طيب. في متابعة كل من تلطخت يده بفساد الشعب العراقي أو أموال الشعب العراقي، وأيضا ديوان الرقابة المالية، وأيضا هناك متابعات جدية نحتاج. يعني لو كان هناك متابعات لهيئة الضرائب ومصرف الرافدين من سرقت هذه الأموال، وربما إذا تريد أعطيك أشياء غير معلنة حتى ندعم الفقرة الثانية من برنامجك بالغير المعلن، قول حتى تنبه لها الحكومة العراقية وتتابعها، قول وتحط إيدها على الجرح. عندنا صندوق آخر بالجمارك، نعم هناك ربما محاولة للسيطرة عليه. عندنا صندوق دعم التصدير، وعندنا صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي. أشوف أموال الصندوق هذا أين ذهبت؟ نحتاج التدقيق، وهل كان الاستثمار بهذه الأموال بشكل صحيح أم هو هدر لمال أموال التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال أو العاملين في القطاع الخاص؟ هذه أشياء مهمة وفضيحتها لا تقل شيئا. يعني شنو اللي يصير بهاي الصناديق؟ أنا ما واضحة عندي يا سيد غياد، شنو اللي يصير بهذه الصناديق على وجه التحديد حتى تكون أنت اليوم أمام الرأي العام؟ مثل ما صار صندوق هيئة الضرائب يصير الآن في هذه الصناديق، مثل ما يصير بهذا الصندوق صار بصندوق هيئة الضرائب أيضا يصير بهذه الصناديق. نعم، وهي قلتها مو أول مرة، قلتها قبل شهرين وثلاثة وستة أشهر، والآن أقولها ومستمر في القول زين فيها. باعتبار تقريب على هيئة النزاهة مثل ما وصلت وصفت نفسك، تم الاستثمار هذه الأموال بمشاريع قاتلة. تدري اللي راح يصير بهاي الصناديق هيئة النزاهة؟ والله أني يعني ما أعرف التفاصيل هل موجودة أو لا، ولكن بالتأكيد مو بعض الأموال تم استثمارها بعنوان استثمار، ولكن لو دققنا الاستثمار نشوف هاي الأموال بالاستثمار فقدت 70% من وجودها. يعني يشترون مشروع قيمته 100 مليار يشترونه 200 مليار هذا في صندوق تقاعد العمال، صندوق تقاعد العمال والضمان الاجتماعي. أما صندوق التصدير فأيضا واجب التدقيق عليه،
وصندوق الجمارك، واعتقد اليوم بعض النواب اشاروا اليه اكثر من نائب اشار الى هذا الصندوق. تمام. اذا ضروري ان نتابع حتى نقوض هاي عمليات الفساد. تمام. وبالتالي ممكن ان نعمل على تقويض الفساد. تمام. في البلد بشكل عام. تمام. خلينا ننتقل مره اخرى للسيد الكاظمي. سيد معين، هاي ملفات خطيره اللي يتحدث بها الدكتور غالب اللي يتعلق بالضمان الاجتماعي والتقاعد والتصدير، شنو ممكن يكون دوركم قبل ما يوقع الفاس بالراس ونتلاحق على هاي الصناديق قبل لا يصير بها ما صار بالضريبه؟ طبعا كمجلس نواب المفروض اللجان التخصصيه المنبثقه من المجلس تكون فعاله، كل حسب اختصاصه. طيب. يتابع الوزارات المعنيه، لان الفساد ليس فقط في قضيه الجمارك والضريبه والتقاعد، هيئه الاستثمار هم بها بالامكان تشوف يطون اراضي في اماكن راقيه بدون مقابل وبعدين يبني ويبيع المتر ب 2000 دولار و 1500 دولار وهكذا. فهذه انا اليوم شفت في مدينه الحريه، نعم، ماخذين الشريط المجاور للخط السريع، اصلا هو كان زراعي منطقه لازم تصير خضراء بين ليله وضحاها. امانه بغداد انعقد اجتماع لجنه التصاميم وحولتها الى سكني، نعم، ونطتها استثمار، وبالرغم من مرور خط انبوب وهكذا، يعني هاي المناطق كلها اللي تعتبر الخضراء بدها تتحول الى الاستثمار وهي في وسط بغداد، وهكذا بالنسبه للوزارات الاخرى. فموضوع مكافحه الفساد ومتابعته مطلوب من مجلس النواب يكون جاد بهالخصوص. زين. كل لجنه من اللجان التخصصيه تتابع اختصاصها. زين. وحتى اللجنه الامنيه، شنو يعني وزاره الدفاع والداخليه؟ ماكو بيع مناصب وغيرها؟ ما يعني هذه القضيه صارت بعض الاحيان على الاسهم، فنحتاج الى متابعه. وخلال خصوصا خلال السنتين الماضيتين من حكومه تصريف الاعمال، يعني الفساد وصل الى اعلى درجاته، بالرغم من انه كانت هذه الحكومه جاءت بعد احداث تشرين وبعد اسقاط حكومه الدكتور عادل عبد المهدي على مدار لاسباب اخرى. وانت تدرس لم الفساد ما صار له سنتين، ولكن في هذه الحكومه حكومه تصريف اعمال كان المفروض ان تعوض ما جرى اذا كان هناك اخطاء. زين. والتظاهرات التي كانت في تشرين 2019 ونتائجها هذه الحكومه، حكومه تصريف الاعمال. زين. وفي وقتها في حينها رئيس الخطوه اللي اقدم عليها السيد السوداني الحكومه حكومه تشرين، خطوه انه يابا، نعم، مدير المكتب لا تجيبوا لي اياه من الاحزاب اللي جابت الوزير، خلوا لي اياه واحد من الوزاره. هذه الخطوه مهمه في معالجه او مكافحه الفساد على الاقل. في بشكل عام يعني المفروض مو بس يعني قضيه انه مدير المكتب، هذه اشاره الى انه الوزاره يجب ان لا تكون هي غنيمه للجهه السياسيه او اقطاعيه اقتطعت للامير فلان ولا بد ان يتصرف ويجيب الحاشيه والاقارب والارحام ويهيمن. هذه هي اشاره، ليس فقط هو مدير المكتب. زين. يجب ان يكون هناك في المفاصل الاخرى ان يكون التعامل مهني من خلال اختيار الانزه والاكفأ لاداره مفاصل الوزارات، وبذلك يكون هنا هذه تعتبر خطوه ايجابيه نحو الوقوف امام التدهور، امام الفساد، وهذه خطوه من الخطوات، اضافه الى متابعه السيد رئيس الوزراء لوزاراته، وان شاء الله عنده هذه الهمه بالزياره الميدانيه والمتابعه الجديه ومصارحه الوزراء بانهم هم مسؤولون على وزاراتهم من حيث المتابعه، وان لا تكتشف كل يا سيد معين مرة أخرى. يعني أنه الوزير، نعم، الوزير اللي جايبت الكتلة سين يروح يشتكي عند رئيس الوزراء يقول له والله كتلتي اللي جابتني وسوتني وزير ترى جات تضغط علي، ما هي كتلته اللي رشحها، هو ابن هاي الكتلة وابن هذا الحزب، فليش يروح يشتكي عند السيد السوداني؟ صحيح، بس هو شوف المفروض الآن هذه ليست سبة، موضوع انه الوزير محسوب على جهة سياسية. نعم. اليوم هذه الجهات السياسية امام امتحان واختبار كبير. طيب. هناك مراقبة شعبية برلمانية
هنا لا يوجد اليوم شيء سر بقى بهذا السوشيال ميديا وغيرها. زين. إضافة إلى ذلك هذه يجب أن تتنافس الجهات السياسية التي رشحت وزراء على إنجاح هذه الوزارات. طيب. والترشيد ودعم الوزير بحيث طيب. ينجح، وبذلك يكون هذا الاستثمار الحقيقي المطلوب بأن تنجح واضح. وزارة محسوبة على جهة سياسية، وبذلك يكون فخر لهذه الكتلة السياسية. واضح دكتور غالب. نرجع شوية بشريط الذكريات لواحدة من الفضائح الفساد اللي شفناها بالعراق، وأنت يعني دونتها وكتبت عنها أتذكر كتاب أو تقارير، وهي قضية زينة أم أمانة بغداد اللي أخذت الفلوس وشردت بيهن لبيروت. زينة والخزينة. أها جيد. رجعنا الفلوس في وقتها وقدرنا نجيب الموظفة، وكانت إجراءات يعني توحي بجدية التعاطي مع مثل هذا الملف. هذا الملف مال سرقة القرن لو متعاملين يا وي قضية زينة كان قدرنا نرجع فلوس، فوين أخطأنا بالتعامل مع قضية سرقة القرن؟ شوف، ربما بعض المعلومات سال اياد خافي عليك. الحقيقة أنا ودي أشير، نعم كان دور وزير الداخلية ممتاز، لكن ثق، المذكرات حينما تم إصدارها لم تصل إلى المطار، وحينما هيئة النزاهة كان عندها موظف يعني نعم. في المطار يتابع هذه القضية تحديدا، لأن هم أكثر من شخص متهم، وتم إرسال مذكرات القبض من السيد رئيس هيئة النزاهة بشكل مباشر نعم. إلى السيد وزير الداخلية اللي عكسها الممثل إلى القوى الأمنية في المطار نعم. وقامت بإلقاء القبض. وفي البداية سلطات المطار امتنعت عن تنفيذ المذكرة، خلي يعرف العالم، لأن ماكو مذكرة واصلة للمطار، وهاي سلطات القضايا تتعامل بمهنية طبعا. ولولا تدخل فرق ربع ساعة طبعا اللحظات الأخيرة سيد رئيس هيئة النزاهة، والكلام مو أقول لك يا لا دعاية، ولكن هذه الحقيقة بالتفاصيل، استلمها سيد وزير الداخلية السابق من السيد رئيس هيئة النزاهة الحالي، ووصلت إلى المطار وتم إلقاء القبض من قبل ممثل هيئة النزاهة بالتعاون مع القوات الأمنية في داخل المطار، وكان هناك أمل بمتابعة الباقين، ولكن إعلان ذلك عبر شبكات تفاصيل التواصل من بعض الأخوة تسبب ربما في عدم وصول الباقين للمطار. الجدية كانت واضحة جدا، وهذا المتهم عنده عقارات بحدود مليار دولار و600 مليون، وكو عقارات للباقين كلها ربما تغطي هذا المبلغ كلها بكثير. العقارات وهذه التحقيقات نعم مليار دولار و600 مليون طبعا. بالمناسبة هو هذا الشخص عليه مليار و600، وكو مليارين على دولار على أشخاص آخرين أيضا إجراءات هيئة النزاهة من الشهر الثامن، لكن هيئة النزاهة من طبيعتها وفق قانونها لا تعلن تحقيقاتها الأولية إلا تصل إلى القضاء. طيب. وهي عملية متواصلة مشتركة، القضاء إلى دور سيد قاضي جعفر، أيضا كان ضياء جعفر أستاذ ضياء أوصل المذكرات للسيد رئيس هيئة النزاهة، حتى نكون واضحين ما نغفل دور زين. القضاء في هذا الجانب، وبالتالي الدور تكاملي. لكن ماذا نفعل إذا كانت المعلومات الدقيقة لا تصل إلى الجمهور؟ هذه الحقيقة الكاملة يا أستاذ أياد. جيد، أنت عندك خوش معلومات وطلعتنا عليها وطلعت الشارع، بالتالي قل لي الفلوس وين؟ إحنا راح نقدر نرجع الفلوس لو لا؟ هذه أهم. أنا خلي أخذ جزاء بيش كيلو وإذا راح وكذا. زينة الفلوس المليار و600 الأموال مالت زينة رجعت وأكثر من قبل. زين. ترجع راجعة، اطمئن راجعة، اطمئن. أقول لك يا وطن من الناس راجع، لكن أريد أوجه رسالة. الهيئات الرقابية دورها في مكافحة الفساد لا يزيد عن 20%، ما تبقى 80%. البرلمان العراقي والرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء لها 50% أو أكثر. الإرادة السياسية المهمة للحكومة العراقية لأي حكومة تستطيع مكافحة الفساد، هل يستطيع السيد رئيس الوزراء أن يدوس كما يقال على عش الدبابير اللي حضرتك ذكرته؟ أي. إذا استطاع تأكد سيقوض الفساد، وإذا تم تقويض الفساد سيكون العراق في أحسن حال، لأن الاستثمار يأتي، كل الشركات العظمى بالعالم لا تأتي للعراق
لأنها لا تعطي رشاة للمسؤولين. أنا التقيت بشخص ما من إحدى الشركات الكبرى قال لن نعمل في العراق ما دام هناك فاسدون يأخذون الكوميشن منا، نحن لا نعطي، نحن لدينا سمعة عالمية لا يمكن أن ننهيها في العراق. لذلك حينما تشعر الشركات العالمية أن الفساد في العراق قد تقوض وحكومة هي شفافة في هذا المجال، تأكد كل شيء سيتحسن في العراق. طيب، هنالك رأي سيد الكاظمي يقول أن الفساد كالحلقة كالسلسلة مترابطة حلقة بحلقة، فإذا جيت تفتح ملف فساد راح يفتح ويا جزء ما لا يقل عن 10-20 ملف فساد آخر، شيء يتبع شيء. ففلسفة أنه تقضي على الفساد يجب أن تعود إلى جذور الفساد وتتابع القضية من البداية. شرد أقول هذا، أقول يعني تركيز حضرتك على هاي السنتين ما راح يكون كافي لاقتلاع الفساد وجذور الفساد، يعني يكون نرجع للمربع الأول، نبجي من الحكومة الأولى وجاي نعالج بهذا الملف. هذا الموضوع احنا قادرين على ان نعالج بهذه الطريقة؟ لو لا انت حدك يا سوداني السنتين وجاي اكشف وراها مالك علاقة، شو متفقين وياه شلون يعالج الفساد الرجال؟ لا، المفروض كل مظاهر الفساد، كل الملفات اللي نايمة في هيئة النزاهة يجوز عليها ضغوط بالفترة السابقة تفتح تدريجيا بشكل جدي. وأنا أيد السيد غالب أن يعني نجاح هذه الحكومة والتنمية أساسها هو النزاهة ومكافحة الفساد. والآن هناك حركة اقتصادية، بس شكلت الحكومة صارت حركة اقتصادية استثنائية في الأسواق العراقية وتنعكس لاحقا على الشركات والاستثمار الداخلي والخارجي. فلذلك موضوع متابعة الفساد يحتاج إلى جانب ذلك موضوع الصراحة من رئيس الوزراء بحيث يجعل الشعب العراقي هو داعم له. إذا عمل بهذا الاتجاه وبشكل مدروس ويكون هناك دعم شعبي، الناس تدعم. أنا اليوم عندي لقاءات كثيرة، تدرش وقت يكون أكو دعم شعبي مناطق مختلفة، تدرش وقت يا سيد معين يكون أكو دعم شعبي؟ من أشوف أن معالجة الفساد تبدأ بالرؤوس الكبيرة بالحيتان، أما والله صغار الموظفين هذا ذبة 5 سنين ذاك 10 سنين هذا مو مكافحة. ابدي، بس هو السؤال هنا هو تقدر الحكومه تتجاوب الكتل مع معالجه الفساد بهذا الشكل؟ من تحديات حكومه السيد السوداني موضوع سرقه القرن، هذا لازم هذا الملف يوصل بيه بنتيجه ويكون واضح النتائج، ان هذا اللي اعتقل امواله ايش قد قدرنا نرجع من 3 تريليون وكسر الى الميزانيه، وملاحقة الآخرين خارج العراق واستدراجهم أو من خلال الطرق القانونية الدولية. وهذا مثل هذه الصفقات الكبيرة لابد من ملاحقتها ومتابعتها بشكل جدي. أنا أقول هيئة النزاهة اليوم كانت أعتمد على خبرتك مهمة كرجل سياسي وكنائب في مجلس النواب لأكثر من دورة، ومجلس النواب هو دوره رقابة وتشريع، خلينا بالدور الرقابي. تعتقد القضية راح يشيل الليلة بيها بس نور زهير هذا المتهم اللي يلقن القبض عليه؟ لو وين ممكن توصل يا بعد؟ طبعا أنا بس أصحح، أنا معين الكاظمي دورة أولى في مجلس النواب، ما داخل مجلس النواب، صرت مجلس محافظة، صار 3-4 أشهر ايه مجلس محافظة صحيح، نعم، والا بمجلس نواب انا ما عدي سابقا ان شاء الله السابق كله في مجلس محافظه. طبعا انا اقول لك يجوز بالامكان نفس لجان مجلس النواب بالفتره السابقه بعضها قد بعضهم هم يبتزون، يعني يجوز يصير بلجنه النزاهه حتى يطلع على المفاسد الموجوده والملفات وبعد ذلك يلوح بها على الى الوزير والى الامير انه احنا لازمين عليك هاي الملفات، تطل مقسوم نسكت عنك.
هذه حالاتها موجودة، يعني المفروض هؤلاء يشخصون، الشعب العراقي يكون يفتهم هؤلاء اللي وصير عندهم إمكانية مالية وشوفوا بانتخابات لاحقة يفوز لأن يعني عنده فلوس ويصرف، وهو يحكي بالنزاهة والشرف والإصلاح، هذه مشكلة أخرى لابد من مكافحتها وفضحها أمام الجمهور. واضح. والسيد السوداني لوحده ما يقدر يمارس هذا الدور. طيب. مفروض يكون هناك إرادة سياسية من الكتل السياسية جميعا، وقضية النزاهة مطلوبة من كل الوزارات 23 وزارة. طيب. ليس فقط وزارات 12 وغيرها، خلينا نشوف وزارة التجارة، وزارة الصناعة، وزارات واضح. أخرى يعني مشكلة موجودة في واضح. كل هذه المفاصل. سيد الدعامي، بما أنك أنت موظف سابق بهذه الهيئة، هيئة النزاهة، وقريب مثل ما تصف نفسك، شنو نوع الضغوط اللي تتعرض لها هذه الهيئة؟ يعني هل هي تخضع لمحاولات ابتزاز، تهديد، فرض إرادات؟ انطيني نماذج حتى أفهم أنا والجمهور. يعني أرجو صوتك ما سمعته بالدقة أستاذ إياد. أعيد لك السؤال. أعيد لك السؤال. الآن صوتي واضح عند حضرتك؟ نعم نعم. طيب، شنو نوع، أنت باعتبارك قريب من هيئة النزاهة، تعلم ماذا يجري من أجواء داخل الهيئة. الهيئة تتعرض لضغوط، لعمليات ابتزاز، لعمليات فرض إرادات على الهيئة، شنو نوع الضغوط أو المعرقلات بعمل الهيئة؟ خليني من قضية الراتب قليل، احكي لي معرقلات حقيقية تعيشها الهيئة، هيئة النزاهة، تتعارض مع أداء واجبها. شوف، أول معرقل يواجه هيئة النزاهة هو التشريعات القانونية. هناك تشريعات قانونية، القانون أجاز لهيئة النزاهة أن تشرعه، والجانب الآخر تشريعات البرلمان بالعفو، بين دورة وأخرى أو في كل دورة يصدر عفو عن مئات المحكومين من تهم الفساد. طبعا أنا أتكلم فقط على الفساد. طيب. ويتم إخراجهم. آخر عفو في الدورة السابقة المتهم بمبلغ يدفع المبلغ ويطلع، وهاي مو صحيح أبدا. يفترض البرلمان أن لا يشرع أي قرار للعفو. هذا القرار، قانون العفو، يوقف إجراءات القضاء ويوقف إجراءات النزاهة. نعم. النقطة الأخرى، نعم، هيئة النزاهة مؤسسة لا تمتلك وسيلة إعلامية، لا تمتلك يعني شبكات واسعة في التواصل الاجتماعي، سواء البيج أو اثنين رسميات، وبالتالي حينما تبدأ بوضع يدها على ملف، عشرات الضغوط تأتي على هذه الأية. أيضا أحيانا تصل تهديدات مباشرة لبعض الموظفين الذين يقومون بهذا العمل. لذا فإن التحقيقات في الغالب، هيئة النزاهة تكون في غاية من السرية، حتى أولا تحافظ على إجراءاتها وتصل إلى نتائج إيجابية في كشف عن المتهمين قبل الهروب، وأيضا تدخل بعض الجهات السياسية في عملها عبر الإعلام. طبعا نسمع هذا يتدخل، هذا يقول هناك ملف، هذا يقول كذا، هذا يدعي بتفاصيل غير صحيحة، هذا كلها ضغوط. دكتور غالب، دكتور غالب، اليوم أرجوك دكتور غالب، خلي نحترم عفوا يعني الحقائق. يعني يقدر حجم الفساد بالعراق بأكثر من 400 مليار دولار. هاي شلون مرت؟ شنو دور هيئة النزاهة بكشف الشخصيات أو استرداد بعض الأموال أو الحديث عن أماكن هاي الأموال؟ يعني ما يخالف تقول لي تتعرض، هاي أكو أموال 400 مليار، وين دور هيئة النزاهة عن هذا العمل؟ شوف شوف شوف، خلي أنا قلت لك ما هو دور هيئة النزاهة وفق القانون ضمن المعادلة. إذا نخليها من 100 ثق، دورها أقل من 20%. لو اتينا وطبقنا، هل قامت بهذا الدور؟ نعم قامت بهذا الدور. بعض التفاصيل ربما غائبة عنك. أحد المتهمين سرق 800 مليون دولار في وزارة الدفاع، تم استرجاعه الآن في بغداد.
وأيضا هذه الأموال في طريق استرجاعها. لكن الصعوبة اللي تواجهت النزاهة إن بعض هذه الأموال دخلت في اقتصاديات الدول الأخرى، لذلك هناك صعوبة من استرجاعها. بعض الدول تشجع انتقال رؤوس الأموال الفاسدة من الدول النامية أو مثل العراق إليها حتى تحرك اقتصادها. الهيئة النزاهة نشطت ودخلت في مؤتمر الأطراف في مكافحة الفساد، الدول الأطراف في مكافحة الفساد، وعقدت مؤتمرها الأول في بغداد وفي القاهرة ودول أخرى من أجل التنسيق لإعادة هؤلاء الفاسدين، وهي مهمة جدا. زين، 2.5 مليار دولار سيد الدعمي، بالتالي شقد عبرت مثل هاي الأموال على هيئة النزاهة ولا تزال إلى الآن ما مكشوفة؟ لا بس خلي أقول لك فد شيء، أنت ذكرت مبلغ قبل الإجابة على سؤالك، ذكرت قلت 400 مليار. هاي والله هاي 400 مليار ربما نمت وصارت 600 إلى 700. زين. طبعا لا لا بس أقول لك هاي 400 اللي تقولها مثلها بقدرها تم سلبها بالتشريعات، توزيع القطاع الأراضي بعشرة آلاف دينار، سعرها 10,000 دولار المتر يبيعونه ب10,000، المقاولات، تخمينات، الفلل، البيوت، العقارات في كل العراق، أراضي يعني في سنة من السنوات رجعت هيئة النزاهة 2 مليار دولار عقارات في كربلاء وبغداد والبصرة والموصل. فإذن هاي ربما غائبة عن أذهان الناس. هذا المبلغ اللي ذكرته 2.5 مليار بما أنه هيئة النزاهة بدأت التحقيق به، يعني أطمئن سيتم استرجاع هذا المال. ولكن أقول لك بصراحة يعني هناك مافيات قوية جدا تقوم لها دورا في القرار السياسي والتنفيذي في العراق، وإلها يعني مصارف، أموال، أشياء كثيرة أنا ما أقدر أتكلم بها. يعني شلون أستاذ غالب؟ اختصر لي عفوا، شنو الأشياء ما تقدر تسولف بها؟ أقول لك هناك شبكات ومافيات. إيه ما أقدر أسولف بها والله، بخاف على روحي يا أستاذي. مافيات كبيرة جدا وحتى هاي عبالك هاي المافيا الكبيرة اللي أخذت 2.5 مليار بين الضرائب بين المصرف. الصور راح أعطيك معلومة أخرى باختصار. وزارة التجارة مسجل الشركات، وشوفوا من عينه ومن جابه راح تعرفون من مشترك بهاي 2 مليار. كتب كتاب إنه هاي الشركات رصينة، هي بها مليون دينار. كتب سألوه منين هذا من جابه، راح تعرفون الفاسد منه. مسجل الشركات في وزارة التجارة سيد معين، هذا خاطب البنك المركزي في الشهر الثاني من عام 22 وأجاب بكتاب رسمي للبنك المركزي. سيد معين نخاف راح يحكي لي اياها، أجاب على ثلاثة منو هاي الشبكات ومنو هذا مسجل الشركات اللي عنده هيك قدرة على أن يوهم الحكومة العراقية برصانة مثل هاي الشركات. تفضل سيد معين. وانا اعتقد واحدة من الامور المهمة واللي هي سبب من اسباب الفساد، الهيئات الاقتصادية اللي موجودة في الوزارات، والوزير كان ما يوقع عقد الا برضا هذه الهيئات الاقتصادية. هاي المن تابعة الهيئات؟ هذا موضوع سيد معين لأحزاب. من هي هاي الأحزاب؟ لأحزاب. من هاي الأحزاب؟ والتيارات عملت بالفترة السابقة. وهذا الموضوع هم إذا أريد كان أكو في التشريع زين أنه يابا نطل للأحزاب في الميزانية حتى لا يصير بعد مبرر أنه يريدون يمشون أحزابهم. وبالدول الأخرى موجودة، إذا نقول 320 مقعد أي كل أربع مقاعد بالسنة ميزانية مليار لهذا الحزب، مليار دينار، يعني يصير عندنا 80 مليار. هذا من دائرة الأحزاب الموجودة بالمفوضية بحيث أكو ميزانية نثرية للأحزاب اللي دا تشتغل. هذه ميزانية مو هواية، 80 مليار هي عبارة عن جزء 50 مليون دولار. فيصير فد مبرر للمحاسبة بعد ماكو داعي الأحزاب تدخل بهذه الجوانب الاقتصادية والهيئات وغيرها. إضافة إلى موضوع اليوم
لابد من حكومة السيد السوداني أي؟ اللي نتأمل بها خير، وهذا التوجه الجديد لدى رئيس الوزراء واضح. رئيس الوزراء السابق هو بالتلفزيون واضح. قال اللي ماخذ فلوس خلي يجي يسلمها ونعوفه خلده يروح براحته، يعني هذا المنهج بهالطريقة يطرحها. فالمفروض طيب. إن شاء الله هذه الحكومة الجديدة أكو أمل كبير أنه إن شاء الله. تسير باتجاه صحيح، ما أقول لك راح تقضي على كل الفساد، فساد يراجع وقت كافي. ومتابعة وإرادة تمام. جدية ودعم تمام. داخلي من الكتل السياسية لإنجاح شكرا. حكومة السيد السودان. شكرا لك سيد معين الكاظمي النائب عن تحالف الفتح، شكرا لحضرتك. الشكر أيضا لك دكتور غالب الدعمي الأكاديمي وأستاذ الإعلام، شكرا لحضرتك. لكم مشاهدينا الشكر والتقدير، في أمان الله.